كابل 2017 نذكر زاد اللحظات اللي كانوا فيها الترجي والنادي الافريقي اقتسموا اللقبين المحليين البطوله والكاس في تونس سنه 2017. مشاهده التقرير ثم نعود. الموسم الرياضي 2017 كان ناجح بالعموم لناديي العاصمه الترجي المتوج بالبطوله والنادي الافريقي صاحب كاس تونس. بعد غياب عامين على منصه التتويج رجع الترجي الرياضي في 2017 واحرز على البطوله رقم 26 في تاريخه بعد ما ربح فينال البلاي اوف النجم الساحلي 3-0. يلعب المحاوله في منطقه الجزاء. بطولة 2017 نتاع سبيرونس رافقتها برشا أرقام قياسية، أحسن خط هجوم ب 37 بونتو، ماركا منهم ياسين الخميسي 14 هدف وتوج بلقب أفضل هداف، وأحسن خط دفاع ب 8 أهداف مقبولة فقط. أكبر سيري نتاع ربح عملها الترجي عمناول بخمس انتصارات سكسيسيف. أكبر سيري نتاع ماتشوات من غير حتى خسارة عملها زاد سبيرونس عمناول 12 مباراة سون ديفيت من الجولة الأولى حتى الجولة 12. فريق أرقامه اللي حققها تحكي عليه وما تخليه يكون في آخر الموسم كان البطل. 2017 كان عام مميز للأحباء الإفريقي. كأس تونس استرجع لحديقة منير القبالي من جديد بعد 17 سنة كاملة غياب. الإفريقي اللي كان يمتلك الرقم القياسي في عدد الكؤوس وقفت ماكينته في سباق الكأس عام 2000. موعد اخر اميره تحصل عليه فريق باب جديد قدام سياسيس باش يرجع في 17 جوان 2017 ويربح اتحاد بن قردان في النهائي واحد بلاش بونتو صابر خليفه ويهز الكاس رقم 12 في التاريخ الافريقي. صابر 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 الله. الخمسه تراحل اللي يلعبهم الكلوب في كاس 2017 مقبل فيهم دفاع وكان بونتو واحد قدام مساكن، اما هجومه فانه ضربه بقوه وماركا 12 بونتو.